السلام عليكم طلبة الصف السادس منهج عربي. اليوم رح ناخذ الأيض الخلوي. الأيض الخلوي كان ضمن عناوين اللي هي الأنشطة الخلوية اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة وامتحنا بها. الأنشطة الخلوية رح تشمل عبور المواد عبر الأغشية، هاي أولا اللي بها 7 أو 8 فعاليات. ثانيا رح تشمل الأيض الخلوي اللي يخص الفعاليات اللي تحدث بسيتوبلازم الخلية. تتضمن عمليات الأيض الخلوي مجموعة التحولات الكيميائية اللي تحدث في الخلية بمساعدة الإنزيمات في الخلية. تتضمن عملية هدم وعملية بناء. الأيض الخلوي إجا سنة 2023 دار أول. تعريفه مجموع التحولات الكيميائية اللي تحدث بالخلية بمساعدة الإنزيمات الموجودة بالخلية. تتضمن عملية هدم اللي هي شنو؟ تحلل المواد أو تهدم المواد، وعملية بناء اللي عن طريقها تنتج النواتج الجديدة. نقطة زين. بالوزاري هو يمكرر فراغ اللي هو تتضمن عملية الأيض عمليتي فراغ وفراغ، الهدم والبناء، فتنتبهوا لعملية هدم اللي هي هاي وعملية بناء هنا. أريد أمثلة وأريد مقارنة بين الهدم والبناء. يقول هنا عملية البناء يصير بها استهلاك طاقة، بينما عملية الهدم تحرر طاقة. فصار عندي مقارنة بين الهدم والبناء. الهدم اولا تحلل مواد، اثنين استهلاك طاقة، راح يصير تحرير طاقة. اما البناء فراح ينتج نواتج جديدة، واثنين استهلاك للطاقة. ثلاثة الامثلة، على سبيل المثال بناء جزيئة سكر العنب الكليكوز من ثاني اكسيد الكربون والماء يحتاج طاقة، وتأخذها النباتات الخضر من الضوء الشمس في عملية البناء الضوئي. هذا مثال على عملية البناء. إذا عملية البناء راح تشمل 3 نقاط، أولا يصير عن طريقها تبنى النواتج الجديدة، اثنين يتم استهلاك طاقة، ثلاثة مثل منه عملية البناء الضوئي، واحكي له تفاصيل. أما عملية الهدم فبها هم 3 نقاط، يصير تحليل هدم للمواد، اثنين راح يصير تحرر طاقة. ثلاثة المثال عليها عملية هدم جزيئة الكليكوز في التنفس، يعني مثالها هي عملية التنفس إذ يحدث فيها هدم جزيئة الكليكوز وتتحرر الطاقة ليستغلها الكائن الحي في الكثير من فعالياته وأعماله الحيوية. خلينا نقول عليها زين. هسه أجي موضوع الأيض الخلوي. هنا الأيض الخلوي أحتاج أني تعريفه، أحتاج تعريفه مجموعة من التحولات الكيميائية، قلنا هنا لحد النقطة عملية الهدم، عملية تجزئة وتبسيط المواد المعقدة وتحويلها إلى مواد أبسط، وترافق العملية تحرر الطاقة. فعلى سبيل المثال هدم جزيئة الكليكوز في التنفس تتضمن تحرر الطاقة لينتجها الكائن الحي في كثير من أعماله. أما عملية البناء تتضمن بناء الخلية ومكونات جسم الكائن الحي من مواد مختلفة، وتستهلك هاي العملية طاقة، مثل بناء جزيئة الكليكوز سكر الكليكوز من غاز ثاني أكسيد الكربون وماء، وتحتاج هاي طاقة تأخذها النباتات من ضوء الشمس. وهاي هنا كمقارنة، وقلت لكم هذا موضوع مهم جدا. هسه أني هاي عملية التنفس الخلوي، هاي المعادلة غير مطلوبة منكم، هاي جزيئة الكليكوز بوجود الأكسجين راح أهدمها، هذا مثال على الهدم بعملية التنفس. فهنا راح ينطيني جزيئات أبسط اللي هو ثاني أكسيد الكربون، راح ينطيني ماء وتحرر طاقة. اما اذا اريد اسوي عملية بناء فهاي بالعكس، هاي يصير بالبداية وهاي بالنهاية، يصير تاخذ ثاني اكسيد الكربون وماء بوجود الطاقة، فهاي المواد راح تبنى تسوي جزيئة الكليكوز ويتم استهلاك الطاقة. فهذا الفرق بيناتهم. عرف الايض الخلوي، يتضمن الايض الخلوي عمليتي فراغ وفراغ، ذي مهمات جدا وزارية. زين الموضوع اللي بعده اللي يتحدث عن الأيض الخلوي بالتفصيل اللي هو التنفس والهدم، هذا اني حدث ما دخلت بالوزاري، يعني متروكات 2021 22 23، وننتظر رأي الوزارة بالموضوع، هل يستمر هذا الحذف يعني تدخل ضمن الترشيق لو لا. راح ندخل الى موضوع اسمه انقسام الخلية، وذنيش ان شاء الله اذا دخلت انزل لكم محاضرة شوكت ما يقرونهن تشرح لكم هاي المواضيع، فعلى مود ما يضيع جهدكم ووقتكم تستغلوه بصورة أفضل. انقسام الخلية هذا يعتبر نشاط رقم 3. أنا أخذت نشاط للأغشية، نشاط للسيتوبلازم، وهذا نشاط للنواة. يعد انقسام الخلية من العمليات المعقدة. الهدف منها، ما الهدف من انقسام الخلية؟ أولا مضاعفة المادة الوراثية كميا، نيا ضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين من الانقسام. نقطة.
عملية انقسام الخلية بها هدفين مهمات: مضاعفة المادة الوراثية كمية، اثنين ضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين من الانقسام. زين، في الخلية راح يصير عندي ثلاث أنواع من الانقسام: الانقسام المباشر أو اللاخيطي، الانقسام الغير مباشر أو الخيطي، وعندي الانقسام الثالث اللي هو الانقسام يصحوا له الاحتزالي. زين، اليوم راح ناخذ الانقسام الأول اللي هو الانقسام المباشر أو اللاخيطي. هذا الانقسام المباشر أو اللاخيطي طبعا هو أكو أسباب ليصحنا للمباشر أو اللاخيطي. في هذا النوع من الانقسام الخلوي تنقسم الخلايا. هذا يقول لكم ما ميزة الانقسام المباشر. ميزته أنه تنقسم الخلايا دون حصول تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. تنقسم الخلايا بدون أن تحصل تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. شلون؟ شن هي الآلية؟ ما هي خطوات الانقسام؟ تخصر النواة أو المادة النووية؟ هي ما يصير نقول تخصر النواة. ليش ما يصير تخصر النواة؟ لأن آني هذني الأمثلة على هذا الانقسام بكتيريا والطحالب الخضر المزرقة، وهاي البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة من ضمن البدائيات، فما يصير أقول تتخصر النواة، أقول تتخصر المادة النووية والسيتوبلازم لأن هي ما عندها نواة، ومن ثم يصير انقسامهم. نقطة اثنين، هاي خطوات. إن أول خطوة تخصر النواة، تخصر النوية أو المادة النووية والسيتوبلازم، ومن ثم انقسامها. اثنين، تكوين خليتين تحتوي كل منهما على جزء من النواة الأصلية والمادة النووية وجزء من السيتوبلازم الأصلي. نقطة ثلاثة، يحصل مثل هذا الانقسام في البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة. صار عندي ثلاث أمثلة هذني شن هن، أو ثلاث نقاط العفو هذني يتحدثن عن من؟ عن الانقسام المباشر. إذا قال لي عليه أقول له ميزته إنه هذا الانقسام بدون تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. الخطوات: أولا تخصر المادة النووية والسيتوبلازم، ثم انقسامها. اثنين، تكوين خلية تحتوي كل منها على جزء من المادة النووية والسيتوبلازم الأصلي. ثلاثة، يحصل مثل هذا الانقسام في البكتيريا والطحالب الخضر المزرقة. إذا قال لي عرف فأني كله أحكي. صح له مباشر لأن بلا تغيرات نووية وسيتوبلازمية. علل ليش صح له بالانقسام المباشر؟ لأن ما تحصل تغيرات نووية وسيتوبلازمية واضحة. ليش اصح له باللاخيطي؟ لان ما تتكون به خيوط المغزل. شن هي خيوط المغزل؟ بالمحاضرة الجاية راح افتهمها. هذا الانقسام رقم واحد، انا قلت عندي ثلاث انواع من الانقسام. الانقسام الثاني يصح له الغير مباشر عكس هذا، او الخيطي اللي هو عكس هذا اللاخيطي. انتبهوا على كل تفصيلة وكل اسم. تعريف عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم. انقسام للمادة النووية أو انقسام للنواة بصورة تضمن تسلم كل من الخلويتين البنويتين. شنو بنويتين؟ يعني خلية بنبونة استوها جاي للدنيا صغنونة، فهذا معنى بنوية، أو نقول عليها الابنة. جديدتين نفس العدد والنوعية، انتبهوا عليهم ذني فراغات. أنا ايش قلت بالهدف؟ قبل شوي قلت بالهدف، الهدف من العمليات المعقدة: أولا تضاعف المادة النووية وراثيا، اثنين ضمان توزيعها بشكل متجانس. فهنا أنا يقول نفس العدد والنوعية من الكروموسومات اللي هي نفسها المادة النووية الموجودة أصلا في الخلية الأم. هذا المقطع من أكمل الفيسات الأربعة اللي هي المراحل الأربعة للانقسام، الأطوار الأربعة، أقدر أجي أشرح لكم إياه، لأن هسه ما راح تفهموه مني. شرح أجي آخر موضوع هسه راح اشرحه. اكو فد شغله اسمها انه انقسام الخليه راح تمر به اربعه اطوار، يسبقها طور اسمه طور بيني. يسبق هاي الاربعه اطوار طور اسمه الطور البيني. تمر الخليه بهذا الطور قبل بدء عمليه انقسام الخليه. اذا متى يحدث الطور البيني؟ قبل بدء عمليه انقسام الخليه. ايش راح نلاحظ؟ انه نواه الخليه تكون كبيره بالمقارنه مع الانويه. ليش؟ علل ليش نواة الخلية في الطور البيني تكون كبيرة من أقارنها ويا أنوية في الخلايا المنقسمة؟ لأن الخلية في هذا الطور تقوم بتخليق جزيئات كبيرة من الأحماض النووية أو الدي أن أي والبروتينات كخطوة تحضيرية لعملية الانقسام، وهذا تخليط البروتينات والأحماض النووية هيكون داخل النواة. فتنتبهولي. نقطة، شنو هي أبرز أحداث هذا الطور؟
بيسرت أحداث هذا الطور، تضاعف جزيئة الحامض النووي الرايبي ناقص الأكسجين DNA اللي هو هذا هنا، تضاعف جزيئة الحامض النووي الرايبي ناقص الأكسجين دي اللي هو دايوكسيد ناقص يعني الأكسجين أو منزوع ذرة أكسجين، نيوكليك أسيد دايوكسيد رايبوكس رايبوزي نيوكليك أسيد، النيوكليك اللي هو النووي والأي اللي هو أسيد والدي منزوع الأكسجين دايوكسيد والرايبي اللي هو هذا نفسها الرايبوزي موجود. زين هاي يعني مختصر هذني بس بالإنجليزي. إذا الحدث هو أولا تضاعف جزيئة الحامض النووي ناقص الأكسجين، أو يقول لك تضاعف الدي إن إي هيك يعطيك إياه فتقول له بالطور البيني. نيًا تضاعف البروتينات تقول له بالطور البيني، أو تضاعف الأحماض النووية، الأحماض النووية نفسها هذا حامض النووي الرايبي ناقص الأكسجين دي إن إي نفس. ثلاثة تضاعف الجسيم المركزي، ذني ثلاثة أحداث. شنو هنا ذني الثلاث أحداث؟ ذني أحداث الطور البيني. شوفوا شو راح تحفظوا لي هذا الطور البيني. أنا هسه عندي انقسام الخلية الهدف منها مضاعفة المادة الوراثية كميا وضمان توزيعها بشكل متجانس بين الخليتين الناتجتين من الانقسام. أنواع الانقسام عندي ثلاثة: مباشر، الغير مباشر، الاختزالي. المباشر قلنا هذا اللي يصير به أربع نقاط: تخثر النواة أو المادة النووية الأصح، انقسام المادة النووية والسيتوبلازم، تتكون خليتين تحتوي كل منهما على جزء من المادة النووية والسيتوبلازمية الأصلية. وين يصير هذا؟ يصير في الطحالب الخضر المزرقة والبكتيريا. ما ميزته؟ إذا الانقسام المباشر ميزة. إذا خلينا نقول ميزة، إذا ميزة الانقسام المباشر يصير بلا تغيرات نووية. إذا قلت تعريف فهذا كله راح أحكي. زين الانقسام غير مباشر أو الخيطي، انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنويتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلا في الخلية الأم، راح يمر بأربعة أطوار: تمهيدي، استوائي أول، انفصالي والنهائي. يسبق الأطوار الأربعة طور تحضيري أصيح له بالطور البيني بثلاث عمليات مهمة: تضاعف البروتينات، تضاعف الجسيم المركزي، وتضاعف الدي ان اي. في اي طور يحدث تضاعف البروتينات، تضاعف الدي ان اي في الطور البيني. جاب لي يا تعريف: طور تمر به الخليه قبل بدء او عمليه الانقسام الخلوي، وهو طور خلينا نقول عليه طور تحضيري، ويقول تحضيري تمر به الخليه ويلاحظ انه نواة الخلية تكون كبيرة مقارنة مع الانوية في الخلايا المنقسمة، ويحدث في هذا الطور تضاعف البروتينات، الجسيم المركزي والدي ان اي. انتبهوا على كل كلمة منهم لان الثلاثة مهمات، لان الثلاثة بدنا نحكي عنهم غاية بالاهمية. هاي احداث الطور البيني. لهنا خلصت محاضرتنا. بالمحاضرة الجاية ان شاء الله راح نشرح الاطوار الاربعة اللي هو الطور التمهيدي، الاستوائي، الانفصالي والنهائي، وراها اسوي لكم امتحان بالانقسام الخيطي بس على مود اعرف انتم مسيطرين لو لا. شكرا جزيلا لحسن اصغائكم، واتمنى لكم كل التوفيق.